يا جماعة الشعب الألماني تطور قوي يا جماعة، احنا قاعدين ورا متأخرين جدا جدا. بصوا المكنة اللي قدامكم دي عاملة ازاي، بصوا شايفين دي اهي. المكنة دي بتعمل ايه بقى يا معلم؟ المكنة دي زي ما انت شايف كده بتخليك تبيع موبايلك وانت واقف في مكانك في لحظة، وش وانت واقف اهو. لسه مخلص موبايل ايفون اكس فيها دلوقتي عامل لي 125 يورو بالظبط، احسن من اي مرة من اي موقع اونلاين ولا اي نصبايا تحصل لك. هوب، ألمانيا خلاص بقت طارت.